حسين يا غريب. وإذا الحوراء زينب تنظر على بعد، وإذا جواري فتيات يحملن أطباق طعام على رؤوسهم. إذا عندك حاجة حضرها، بالله عليك حضرها الآن حتى تأخذها إن شاء الله، وأنا حاجتي معكم. وأمامهن امرأة كبيرة في السن، في 60 من عمرها أو أكبر، أيضا تحمل طبق. فوضعنا أطباق الطعام بين السبايا. الآن قسم من الأطفال صغار زحفوا حتى يأكلوا من الطعام. السيدة زينب قالت: عمة، تأخروا لحظات حتى أنا أسأل هذه المرأة هذا الطعام بأي مناسبة؟ إذا هو صدقة حرام علينا الصدقة، أي مناسبة أنت جبت الطعام؟ قالت: أخي، هذا نذر، مو صدقة، ليس صدقة ولا هدية ولا شيء، إنما هو نذر. المرأة تقول، هاي المرأة الكبيرة. السيدة زينب قالت: نذر لمن هذا النذر؟ النذر لله، لكن بأي مناسبة؟ قالت: هذا نذر للإمام الحسين سلام الله عليه. يعني وهي ما تعرف أن هذه زينب وهؤلاء أهل البيت. فالحوراء زينب صارت تبكي. سألتها، قالت: أخي، أنا ما أسأت الأدب، أنا قلت هذا نذر للحسين، لماذا تبكي؟ قالت: قصي علي قصتك. هي قصت عليها أنه أنا كان عمري 8 سنوات، كنت مريضة بمرض أعجز الأطباء، حملني أبي وذهب إلى المدينة عند رسول الله صلى الله عليه وآله ونحن مسلمون، وهناك قال له: يا رسول الله، هذه ابنتي الوحيدة، أريد شفاءها منك. فنادى رسول الله بولده الحسين، دعاه، فجيء بالحسين، وعمره 6 سنوات كان الحسين، وعلى رأسه عمامة بيضاء. وقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: بني حسين، ضع يدك على هذه الطفلة فإنها تشفى بإذن الله. فوضع يده الحسين علي، فأحسست بالراحة والحياة والصحة في نفس اللحظة. فقال أبي لرسول الله صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، بماذا نجازي الحسين اللي بنتي أخذت شفاءها الآن من الحسين؟ فما هو جزاء الحسين؟ فقال رسول الله، اسمعوا يا شباب عزيز عليكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: جزاء الحسين أنه سوف يمر عليكم سبي ركب سبايا، تصنعون طعام لهم تقدموه لهم، هذا جزاء الحسين. فيا أختاه، أنا صار لي الآن هذه سنوات طويلة، صار لي أكثر من 50 سنة هنا، لم يأتي سبايا علينا إلا أنتم أجيتوا الآن، أنا هذا الطعام باسم الحسين. والله ضجت العائلة بالبكاء والنحيب. فقالت لها أختاه: هل تذكرين الحسين إذا رأيت ملامحه؟ قالت: نعم والله. قالت: انظري إلى رأس الحسين على الرمح. نظرت إلى رأس الحسين: يا سلاب تاج حسين، قل لي وين لباسه؟ يقل هالتاج شلك بيه، هذا على الرمح راسه. خويا أنا تحيرت والله بناتك، والكدر نعيش خواتك. هذه تصيح: عمه وين عمي؟ وذيك تقول: فارقني ابن امي، يهيج لاعت ويزيد همي، عليلك من يدير العين لي، يردون نسافر يا بعد اهلي ونخلي، يا ريت من قبل السفر نقعد نواري. هذا الفراق وين يا ابن من الاكي؟ خويا لا تقول خلتني العزيز بغير تقفي، لا تقول عني سافر وما ودعوني، ولا تقول زينب والحرام ما يودوني. هذه يتاماكم تلوذ ببعضها،